موعد أخباري الخامسة، أهلا بكم إلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتوجه إلى أديس أبيبا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. بالذكرى 62 لأحداث ساقية سيدي يوسف، أبعاد ودلالات تاريخية عميقة تعكس تلاحم وتكاثف الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي. في شأن التنموي، هياكل صحية جديدة بمعسكر لتكفل أحسن بالمرضى. وبتيارت، الاكتضاض في الطور المتوسط يستوجب إكماليات جديدة ببلدية سيدي عبد الرحمن. وفي المشهد الفني، روائع المالوف تصدح في سهرة فنية مميزة بأوبرا الجزائر. أهلا بكم من جديد. بداية، توجه صباح اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أديس أبيبا على رأس وفد هام للمشاركة في الدورة العادية 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنطلق أشغالها غدا وتستمر يومين. وتبحث الدورة هذه السنة موضوعا بعنوان إسكات السلاح، إيجاد الشروط الملائمة لتنمية إفريقيا. كما يستمع رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء إلى عرض يقدمه رئيس الجمهورية حول حالة الإرهاب في إفريقيا والوسائل الكفيلة بمكافحته بصفة أكثر فعالية. ومن المنتظر أن يشارك رئيس الجمهورية على هامش القمة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المخصص لبحث تطور الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقية والذي تعتبر الجزائر عضوا فيها. من جهة أخرى، يجري رئيس الجمهورية على هامش هذه الدورة محادثات ثنائية مع عدد من وزرائه الأفارقة ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى من المدعوين للقمة. وقضايا الأمن والسلم وبعض التنمية في إفريقيا ملفات ستطرح في جدول أعمال القمة العادية 33 للاتحاد الإفريقي. طهبلتي. إسكات صوت البنادق وتحطيم جدران الوهم والخوف من أجل قارة إفريقية قوية ونامية، هذا ما سيجتمع حوله رؤساء الدول والحكومات ضمن أشغال الدورة العادية 33 للاتحاد الإفريقي، ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة بأكثر من 30 مليون كيلومتر مربع، قارة تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، تعداد سكانها يفوق المليار نسمة، وتمتلك أكثر من 90% من احتياطات الموارد في العالم. هدير هذه القوة وجبروتها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى رهينة نظرات حادة متربصة من مقاتل أصابعه على الزناد، وفي أجواء تصمها أصوات أسلحة مجهولة المصدر وغير معلومة الأهداف، وضمن حسابات ميليشيات دموية تعيت في الأرض فسادا. مبادرة إسكات صوت البنادق انطلقت كهدف حينما سطره رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي العام 2013. وضع الأفارقة حينها وثيقة تناولت رؤيتهم وتطلعاتهم للخمسين عاما القادمة، وهو ما سمي برؤية إفريقيا 2063، رؤية بمراحل مقسمة لفترات زمنية مقدار كل فترة منها 10 سنوات. الجزائر بوزنها السياسي والدبلوماسي وثقل اسمها ستكون حاضرة بقوة في هذا الحدث القاري الكبير وهذا التطلع الإفريقي نحو قارة جديدة، ممثلة في السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هيئة سياسية في الجزائر. الحضور الجزائري لم يأتي من العدم، فالأفارقة وغير الأفارقة يدركون ويعترفون ما للجزائر من دور ريادي موسوم بالرزانة والحكمة في معالجة الأزمات في القارة الإفريقية، ويشهد لها القاصي والداني بباعها الطويل في ذلك الشأن. المساهمة الجزائرية في حقن دماء الأفارقة في مالي وفي الشقيقة ليبيا ويدها الممدودة لكل ما هو سلام وأمن وتنمية في إفريقيا يمنحها أحقية السبق والريادة والمشاركة
في هذا المحفل القاري. في الذاكرة التاريخية تحيي الجزائر وتونس اليوم ذكرى 62 لأحداث ساقية سيدي يوسف، حيث امتزج الدم الجزائري والتونسي في جريمة اقترفها المستعمر الفرنسي في حق جزائريين وتونسيين عزل، وكان واقعها إيجابيا على القضية الوطنية على الصعيد العالمي. وبالمناسبة سلم وزير المجاهدين وذوي الحقوق طيب زيتوني رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ناظره التونسي قيس سعيد، تسلمها وزير الشؤون المحلية التونسي مختار همامي. شكرا. حقيقة سلمت هذه الرسالة من السيد الوزير إلى السيد فخامة الرئيس السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية من أخيه الرئيس الجزائري، وسأبلغه هذه الرسالة، وهذا دليل على روابط الأخوة، وهو أعطى تعليماته أنه تجسيم العلاقة التونسية والجزائرية يلزم تدعم ويلزم تعزيزها، يلزم المضي فيها إلى أقصى الحدود، باعتبار أن العلاقة بين الجزائر وتونس هي علاقة تاريخية وعلاقة مصيرية وعلاقة استشرافية لخير البلاد التونسية والبلاد الجزائرية. شكرا. شكرا. هذا وأشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق طيب زيتوني بحضور وزير الشؤون المحلية التونسي مختار همامي على الاحتفالات المخلدة بسوق هراسة، حيث رفعت الراية الوطنية للبلدين ووضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري المخلد للذكرى وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الطاهرة. محمد زمولي. الوفاء لأبطال الفدا والصمود ضحايا أحداث ساقية سيدي يوسف استوقف سلطات البلدين الشقيقين بقراءة فاتحة الكتاب على الشهداء الأبرار. إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. علاقات البلدين المثالية ترجمها وعي سكان المنطقة بضرورة الارتقاء وتمتين وشائج الأخوة التي كان ثمنها بطولات راسخة خطت بالدماء الزكية الممزوجة للشعبين الشقيقين. كانوا هنا في الساقة، والساقة حمت المجاهدين وهي خوالينا تو أنسيان مجاهدين من ساق. نحن بلاد واحده، ولاد عم، ولاد نحن عائله واحده نحن، وكل يوم معاهم اصلا. وقد اكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير الشؤون المحليه والبيئه لتونس الشقيقه مختار الهمامي على توافق الرؤى والنتائج الايجابيه المحققه في الشراكه بين البلدين الشقيقين بشتى المجالات الاقتصاديه وتنميه المناطق الحدوديه والتنسيق الامني. واستجابة لإرادة قادة البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، سيشرع بلدينا بحول الله في انطلاقة متجددة وفق رؤية جديدة لتنفيذ عدة برامج تنموية مشتركة تساهم في الرفع من المستوى المعيشي لشعبينا، وتكون نقطة ارتكاز لمواجهة تحديات المرحلة وكسب رهان الأمن والاستقرار والتصدي بكل حزم لآفة الإرهاب العابر للحدود. أود بهذه المناسبة أن أنوه بمخرجات زيارة الدولة التاريخية التي أدها سيادة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد إلى الجزائر يوم 2 فيفري الجاري، وأسس الشراكة التي أرساها مع أخيه فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، وقوامها تعزين التعاون في شتى المجالات والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. الزيارة شهدت تسلم السلطات التونسية لحافلتين لنقل تلامذة بلدية ساقية سيدي يوسف. العلاقات الجزائرية التونسية هي علاقات للوفاء، وفاء لتاريخ الشهداء الأبرار، وتطلع واستشراف لبناء المستقبل. مبعوث التلفزيون الجزائري محمد زمولي، ساقية سيدي يوسف، مدينة الكاف التونسية. وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بحفظ التاريخ الوطني وتلقينه للأجيال، أحيا المتحف المركزي للجيش ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف. نادي علمي.
الشريط الوثائقي الذي عرض بالمتحف المركزي للجيش جاء بعنوان أحداث ساقية سيدي يوسف وحدة الدم والمصير، يختصر 80 دقيقة التي استغرقتها قنبلة قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية أحداث دموية عرت فرنسا الاستعمارية وعززت الروابط بين الجزائريين والتونسيين. عرفنا باللي الثورات تاعنا مقبل بزاف، ضحوا على جال الجزائر، شغل فداو بأنفس تاعهم، ضحوا على جالها، دونك نفتخر أني جزائرية كوني هكا. أشعر بالفخر لأنهم دفعوا دما غالي لكي نعيشوا نحن أستاذ. أشياء ذكرنا بالتاريخ نتاعنا، بتضحية أجدادنا، بتضحية أبائنا، هذا يشرف يعني كل جزائري وكل جزائرية. المتحف المركزي للجيش يحيي المناسبة ببرنامج متنوع يأخذ الزوار خاصة المتمدرسين إلى حقبة تاريخية أعطت دفعا آخر للثورة التحريرية. تبقى لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والمتعلقة بتثمين وإثناء التاريخ الوطني، أحيى المتحف المركزي للجيش الذكرى 62 لأحداث ساقية سيدي يوسف، هذه الذكرى الأليمة والتي امتزجت بها الدماء التونسية والدماء الجزائرية بالحدود الشرقية الجزائرية التونسية. ولهؤلاء الأجيال يروي المعرض أحداث ساقية سيدي يوسف التي تعد حلقة من حلقات بطولاتنا وذاكرتنا التاريخية. في الانشغال الصحي وللتخفيف من الضغط الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية بمعسكر، تعززت كل من سيك وبوحنيفية بهياكل صحية جديدة في انتظار تدعيمها بأطقم طبية مختصة. عمر ينهاري. هياكل صحية جديدة قيد الإنجاز في كل من معسكر بوحنيفية وسيق ومصالح أخرى للجراحة الطبية والإنعاش، ستمكن من تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين التكفل الطبي. هناك 3 قاعات جراحة، هناك قاعات للفحص بالأشعة، وكذلك مخبر، وكذلك هناك يحتوي على حوالي 56 سرير، يعني بما في ذلك الإقامة وكذلك مصلحة الإنعاش. النداء تاعنا يجونا مختصين واحد اخرين، والنداء تاعنا تكونوا عندنا كامل أجهزة، كل عندنا كامل أجهزة باسكو لان بالأجهزة نجموا ندوا الحالات المستعصية. هذه المؤسسات الصحية ستتدعم بمخابر للتحاليل والأشعة قصد تخفيف التكاليف العلاج. الدولة وضعت يعني كل قواها باش يكون تكفل بالمواطن وبالمريض بصفة خاصة. مادام كاين هناك هياكل راهي تنجز وراح نسلموها عن قريب، لازم تتمشى معها الخدمات تتمشى معها. هياكل مرتقب تسليمها جاهزة في غضون الأشهر المقبلة، يبقى الاستقبال الحسن والتكفل الجيد لتحسين المنظومة الصحية. وفي المجال التربوي، تشهد المتوسطة الوحيدة ببلدية سيدي عبد الرحمن بولاية تيارت تشهد اكتظاظا كبيرا في عدد تلاميذ الأفواج الذي يزيد عن 45 تلميذا في الفوج الواحد، ما أثر على ظروف التمدرس. عبد العزيز عليمة. التمدرس في الطور المتوسط ببلدية سيدي عبد الرحمن جنوب غرب ولاية تيارت اكتظاظ خانق في إكمالية واحدة تستقطب تلاميذ 6 ابتدائيات. رانا نخدمو بحوالي 44-45 تلميذ في القسم، بمعنى أن القاعات ما تكفيش، الاستيعاب راح يكون قليل بالنسبة للتلاميذ. كان فوضى خاطش الاكتظاظ ما يساعدناش باش نقرا. اكتظاظ الكلاسة ضيقة، ما نقدروش توصلنا المعلومة. مرافق المتوسطة لم تعد تستوعب تعدادا يزيد عن 900 تلميذ، فتحتم نقل بعض الأفواج إلى ابتدائيات أخرى، وانقسم وقت الأساتذة بين المؤسستين ما أثر على نظام التدريس. كنا ندرسوا هنايا وعدنا أقسام في الملحقة في الابتدائية تحت، نكملوا الدوام هنا ونزيدوا لحقوا الدوام في الله. صعوبة في التنقل أحيانا خاصة أيام الممطرة وأيام
الساقيع وزيد على ذلك بعد المسافة بين المؤسستين يأثر على التحصيل المدرسي للتلميذ أحيانا تجاوز تأخر 5 دقائق 10 دقائق. لدينا في هذه السنة الدراسية 895 تلميذا يتمدرسون في ظروف غير ملائمة نظرا للاكتظاظ، حيث لدينا 4 أفواج تدرس بإحدى الملحقات في مدرسة ابتدائية سيبوالي أمبوزيان، ولدينا 3 أقسام دوارة هنا. متوسطة لديها مطعم بقدرة استيعاب 200 وجبة يستقبل أكثر من 450 تلميذ للمناطق الريفية. الشيء آخر أنه الخطوط لنقل التلاميذ على مستوى البلدية عندنا 6 خطوط ما قدرتش المتوسطة تستوعب هذا العدد الهائل بحكم أن المنطقة هي منطقة حدودية لولايتين، ولايتي سعيدة وولاية البيض. التلاميذ الأساتذة والأولياء الكل يأمل وينتظر أن تتدعم بلدية سيدي عبد الرحمن بمتوسطة جديدة تفك الخناق عن الأجيال المتمدرسة. صرح وزير الطاقة رئيس مؤتمر الدول المصادرة للنفط محمد عرقاب أن اللجنة التقنية للأوبك وغير الأوبك قد أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج إلى غاية نهاية السنة الجارية، وذلك إثر تفشي وباء كورونا الذي عاد بالسلب على الطلب على النفط والأسواق البترولية. كما عبر عرقاب عن تعاطف الجزائر ومنظمة الأوبك مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا ثقته في قدرة وعزم الصين على احتواء هذا الوباء، متمنيا كل النجاح لهذا البلد الصديق في مجابهته لهذه الأزمة. اقتداء بسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أقيمت اليوم عبر كافة مساجد الوطن صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة تصلى طلبا لنزول الصيب النافع، حيث رفعت أكف الصراعة إلى المولى عز وجل بأن ينزل غيثه ورحمته على عباده. ممن هو على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وصلاحنا، وأن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغفر بذنوبنا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تعذبنا. أجريت اليوم عبر بلديات الوطن قرعة الحج لموسمي 2020-2021 بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية لكل موسم، وسط فرحة عارمة للذين أفرزتهم القرعة في انتظار قائمة كبار السن والتي ستفرزها عملية القرعة في 29 فبراير الجارية. هنيئا لكل من حلفه الحظ هذه السنة. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وخنشلة، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 5 مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلاء وسكيكدا، بالإضافة إلى كشف وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وتيرتا. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 تجار مخدرات بوهران وتلمسان وعين الصفراء وبشار، وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب 776 كيلوغرام و807 غرامات و5588 قرصا مهلوسا ومركبتين وهاتفين نقلين. في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين مقلة 12 شخصا، وطبطت 43 مولدا كهربائيا و32 مطرقة ضغط،
من جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني بغردايا والوادي وتجرت 3 أشخاص وحجزوا سيارة سياحية و5174 وحدة من مختلف المشروبات. في نفس السياق أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان وباتنا والعلمة وقلمة وبرج بوريريج 6 أشخاص وحجزوا 4 بنادق صيدة و3 مركبات بالإضافة إلى 3 مناظير وكمية من الذخيرة. فيما تم حجز 9257 لترا من الوقود الموجه للتهريب بكل من سوق هراس تبسة وطرف. كما تم توقيف 21 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من وهران تلمسان تيارت بسكرة وتندوف. نمر الآن إلى أخبارنا الدولية. وفي فلسطين استشهد ليلة أمس شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مظاهرات بالضفة الغربية رافضة لما يسمى بصفقة القرن. هذا وتنطلق اليوم بالعاصمة الأردنية عمان أشغال الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمشاركة رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية. أكدت السلطات الصينية اليوم ارتفاع عدد الوفيات في مختلف أرجاء البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 732 حالة وأزيد من 34,000 مصابة، في وقت أكدت فيه سفارة الولايات المتحدة في بكين وفاة أمريكي أصيب بالفيروس في ووهان. من جهتها أعلنت هونغ كونغ تطبيق إجراءات الحظر لمنع تفشي الوباء. الأخبار الرياضة الآن، حيث تتواصل اليوم البطولة الإفريقية للمصارعة بالجزائر بدخول صنفي الأكابر والكبريات المنافسة، وكان أمس الموعد مع ختام منافسات الأواسط. عبد القادر تسينا. 10 ميداليات ذهبيتان 6 فضيات وبرونزيتان ومركزتان في الترتيب العام، وهذا في اليوم الرابع من المنافسات الخاصة بصنف الأواسط رجال وفي اختصاص المصارعة الحرة. كنا قادرين يعني نتحصلوا على أكثر، ولكن يعني في الإجماع نقدر نقول بأن النتائج مرضية جدا. وقد تمكن المنتخب الوطني من تأهيل 8 مصارعين إلى الأدوار النهائية، لكنهم لم يجتازوا عقبة المصارعين المصريين والجنوب إفريقيين الذين كانوا أقوى منهم خبرة وذكاء، باستثناء المصارعين عبد القادر إيكال في وزن 70 كيلوغرام ووالي الدين كبير في وزن 92 كيلوغرام. اللي وفقنا وكلاسينا بريمي وشرفنا بلادنا واللي ان شاء الله ما تروحش من بلادنا ميداي دور. وكانت منافسه صعبه وكانت فيها شويه تعب وبريبارينا، ويقول لك كيما اللي بريباري اللي يتعبينا، ولكن الاراده كما قلت لك وتدريبات المجهودات المبذوله في اثناء التدريبات والحمد لله يا ربي. ونختم النشرة من أوبرا الجزائر، حيث أحيا الفنان عباس ريغي سهرة فنية أبدع فيها بطابع الملوفة واستحضر خلالها روح الفنان قدور الدرسوني. محمد ياسين نقش. تكريم شيخ المالوف قدور الدرسوني بدأ من كواليس أوبرا الجزائر. اليوم ليكوليس وكما كنتوا تشوفوا لا ريبيتيسيون تاع اليوم عندها خصوصيه، لاننا رايحين نوجدوا اول نوبه تعلمت على يد شيخ الدور الدرسوني. نوبه الرمل الكبير، نوبه العشيه اللي هي تتكلم على غروب الشمس، نوبه جميله وهي احسن ذاكره نحتفظ بها انايا في سيرتي الفنيه مع شيخ الدور الدرسوني. قسنطينه ليست الجسور المعلقه وفقط، قسنطينه التاريخ، قسنطينه الفن، قسنطينة المالوف من جيل إلى جيل. قسنطينة هي المالوف، ونضنا فيها مع الشيوخ لقينا مغني والمالوف تغرمنا بهم ومتبعناهم. أكيد أكيد قسنطينة ساهمت بأبنائها في مواصلة هذا المشوار. نوبة العشية، نوبة الرمل الكبير، ألهبت ركح أوبرا الجزائر. Thank you.
بعد أن نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، بقي نذكر بأهم ما جاء فيه من أنباء. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتوجه إلى أديس أبيبا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. في الذكرى 62 لأحداث ساقية سيدي يوسف، أبعاد ودلالات تاريخية عميقة تعكس تلاحم وتكاتف الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي. في شان التنموي، هياكل صحية جديدة بمعسكر لتكفل أحسن بالمرضى. وبتيارت الاكتظاظ في الطور المتوسط يستوجب إكماليات جديدة ببلدية سيد عبد الرحمن. في المشهد الفني، كما تابعنا روائع المالوف تصلح في سهرة فنية مميزة بأوبرا الجزائر. شكرا على كرم المتابعة في أمان الله.